السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله محاضرة اليوم تتناول موضوع الترانس بلانتيشن. موضوع الترانس بلانتيشن هو فكرة قديمة، يعني في بداية القرن العشرين نقدر نقول بدأت الفكرة في موضوع الترانس بلانتيشن من خلال ترانس بلانت كيدني. هذا الكلام كان في عام 1908 من أمان كاتس. صار في تبادل للكيدني من الكاتس الى اخرى، فوجدوا تقريبا بعد 20-25 يوم هذه الكاتس ماتت. بعد هيك صار في فكرة، هو قال بنحاول نجرب في كمان في رشا عام 1935 على اساس انه يكون في هناك عملية ترانسفير لكيدني من انسان الى اخر. وجدوا انه في عنا ديت في هذا الموضوع. المهم بدوا يبحثوا في هذا الجانب، وجدوا انه في هناك دير something wrong في موضوع الـ incompatibility، تمام، في موضوع الـ ABO grouping. هذا الكلام قبل ما يكون هناك اكتشاف للـ MHC class. حاول في عام 1954 في امريكا اللي هي نقل كيدني من identical twins، يعني اثنين twins متماثلين جينيا، تمام، وجدوا انه في هناك succeed في موضوع الـ transplantation. المهم هذه بدأت تولد أفكار بأنه عملية الترانسبلانتيشن هي قضية تحتاج إلى كومباتيبيليتي. يعني أنا بدي أعمل ترانسبلانتيشن، يعني أنا بدي أنقل خلايا، بدي أنقل تيشو من وان بارت من جسمي إلى الجسم إلى بارت آخر من وان إنديفيدوال لآخر. معناته أنا في الحالة هذه بحتاج أعمل حاجة اسمها كومباتيبيليتي. وجدوا أنه في هناك أنتيجينات موجودة على الليكوسايتس طبعا ان جنرال، فهذه الانتيجينات بسموها ام اتش سي انتيجنز اللي احنا عارفينها باسم الميجر هيستو كومباتيبلتي انتيجنز، تمام. والشغل الثاني طبعا وجدوا موضوع البوليمورفيك بوبوليشن لهذه الانتيجنز، فمعناته انه ما دام في عندي بوليمورفيك الوت معناته لابد يكون في عندنا عمليه اللي هو ماتشنج لابد يحصل بالنسبة لهذه الـ MHC classes. على كل بدأت الأمور طبعا تتطور والتكنيكس تتطور إلى أن وصل في عملية الكومباتيبلتي موصل طيب في هذا الجانب. الآن نطلع بشكل عام على موضوع الـ relationship between the donor والـ recipient. قالوا إنه في هناك حاجة اسمها autograft، يعني مثلا أنا بدي أنقل سكن من ون أورجن في جسمي إلى أورجن آخر، كن من مكان إلى آخر بسميه أوتو، يعني أي حاجة بدي أنقلها من نفس في نفس الشخص اللي هو عبارة عن أوتولوجس. معناته هذا بتوقعش إنه يكون في عندي يحتاج إلى كومباتيبلتي لأنه نفس الهيومن في هذا الجانب، فسموه autografting. ممكن يكون في عندي مصطلح آخر اسمه isograft أو syngraft، بمعنى انه في عندي ترانسبلانتيش لناس يكونوا عند ايدنتيكال من ناحيه جينيتكس، زي ما تحدثنا في موضوع الايدنتيكال توينز في موضوع الكيدني ترانسبلانتيشن. اذا هذا ممكن يكون مصطلح جديد في هذا الجانب. عندنا كمان مصطلح اخر اسمه الو جرافت. الو انه انا في عندنا ترانسبلانتيشن من وان انديفيديوال تو انذر، تمام، وهذا طبعا في الحاله هذه بده يكون في عندي عمليه الكومباتيبل، تمام، انه انا عندي ام اتش سي كلاس والام اتش سي كلاس بوليمورفيزم موجود، فهذا لابد نعمل عمليه ايش كومباتيبلتي في هذا الموضوع لانه في عندي فورينرز في هذا الجانب. واحنا طبعا عارفين انه موضوع الكومباتيبلتي ما فيش هناك كومباتيبلتي ان جنرال، بتقدر تقول فيري 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 رير انه يكون هناك اشخاص عندهم كومباتيبلتي، والعمليه عمليه نسبيه في هذا الموضوع. هذا بالنسبه لهذا الشيء. وجدوا طبعا هما موضوع الريجكشن في موضوع الالوغرافتنج طبعا كانت التجربه على موضوع الانيمال، هذا الكلام جربوه في المايس، مثلا بعد 2 ويكس في عنا فيرست ريجكشن، ممكن لو اعطينا الوغرافت مره ثانيه سكند الوغرافت ممكن يكون عندنا less than approximately 8-6 days، تمام، يعمل عمليه سكند ريجكشن. ليش؟ لانه في عندي ميموري بمفهوم الميون ميموري ريسبونس. هذا الكلام كان ديمونستريشن في موضوع الانيمال موديل على مستوى المايس. في عندنا يعني مصطلح اخر اسمه زينوغرافت. زينوغرافت انه ممكن نعمل ترانسبلانتيشن من وان سبيشيز الى اخرى، زي موضوع اللي هو مانكي لهيومن او من بيكس لهيومن، فهذا برضو تحتاج
الى كومباتيبلتي، واكيد في عندنا هنا حيكون فار فروم ايتش اذر. ما دام في وي ار فار فروم ايتش اذر معناته الانكومباتيبلتي امر طبيعي موجود عندنا. طبعا هنا ديمونستريشن عندنا في السلايدز الموجوده عندي في موضوع الالوجرافت الايزوجرافت والاوتوجرافت والاكسينوجرافت زي ما احنا شايفين. السلايد الاخرى لو طلعنا هنا في السلايد ان جنرال بنلاحظ انه في عندنا الجرافت ريجكشن، الموضوع موضوع تايمينج، ولكن ان جنرال لما اجي اقول انا في عندي الان بدي اعمل ترانسبورتيشن او ترانسبلانتيشن من وان مايس تو انذر، والتنين فيهم نفس السترينز هم بالنسبه للمايس ونفس الام اتش سي كلاس، اكيد بتوقع شو يكون في عندي هناك عمليه نوع من اللي هو الريجكشن. تمام، بمعنى انه تقريبا عندنا زي ما شايف بالاصفر في عندنا 100% السرفايف. الناحيه الثانيه لو انا عملت ترانسبلانتيشن سكين من مايس عنده ام اتش سي كلاس اي مثلا مع مايس اخر عنده ام اتش سي كلاس تايب مثلا بي يعني اذر الو تايب، فبتوقع ان يكون في عندنا بعد تقريبا 10 12 يوم بصير في عندنا نوع من الريجكشن رابد، لانه في عندي ايش كومباتيبلتي في هذا انكومباتيبلتي في هذا الموضوع. لو انا عملت سكند ريجكشن سكند سكين جرافتنج من نفس المايس للمايس الاخر، فاكيد حيكون عندي فاستنج لانه في عندنا ميموري في هذا الموضوع. الصوره اللي عندي هنا باجي اطلع مثلا ممكن اعمل عمليه اللي هو ترانسبلانتيشن من ام اتش سي كلاس مايس عنده ام اتش سي كلاس تايب اي مثلا وعنده ام اتش سي كلاس تايب بي لمايس اخر، اكيد حيكون في عندنا نوع من اللي هو الريجكشن. تمام، ولكن لو قمت انا اخذت سيلز لينفوسايتس من هذا المايس اللي صار له عمليه اللي هو الريجكشن للاورجن بتاع الام اتش سي كلاس اي مايس، تمام ماوس، فحيحصل ترانسفير لاذر سترين من نفس المايس يعني ام اتش سي كلاس بي لمايس اخر لم يحصل له اللي هو عمليه ترانسبلانتيشن، واضفنا هذه السيلز وبعد كده نقلنا الاورجن، حنلاحظ انه في عندي فاست في عمليه ايش؟ في عمليه الريجكشن لموضوع الاورجن اللي صار عندنا، وهذا بدل على انه في عندي سيلز كانت اكتف وفي نفس الوقت تم تعريفها على الاورجن الغريب، فهذا الاساس كان في عندنا اكسلريشن في عمليه اللي هو الريجكشن. هذه الصوره طبعا بالنسبه في السلايد الاخرى زي ما ذكرنا ذا سيم نو بروبلم في عمليه الاكسبتنس. هنا الـ A والـ B زي ما ذكرنا في عندنا ديفرنس، فمعناته ريجكشن حيكون نوعا ما رابدلي. الصورة الثالثة في نفس السلايد على اليمين انه في هنا سكين جرافتنج موجودة ولكن من نفس السترين، يعني عندي مثلا مايس ماوس عفوا ام اتش سي كلاس اي سمول مع ام اتش سي كلاس اخر مايس ماوس اخر ام اتش سي كلاس برضه عنده نفس التايب، ولكن صار عندي ريجكشن، ولكن قالت البيت تيك تايم هذا الريجكشن، وجدوا انه في هناك حاجه اسمها ماينر اتش انتيجن ماينر انتيجنز، وهذا تختلف من الى حتى لو كان عندنا الميجر خلينا نسميه ام اتش سي كلاس هذا بسموه الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس في كومباتيبلتي، الا انه في عندي اذر ماينر انتيجنز، هذه الماينر انتيجنز هي ممكن تعمل عمليه الريجكشن ولكن تحتاج الى تايم في هذا الموضوع. وهذا اللي حط الصوره بانه على الرغم من انه انا باجي اعمل عمليه ترانسبلانتيشن حتى لو كان عندي تو هيومن بينجز ايدنتيكال لازم انت تعطي ميونو سبريسيف خوف منه يكون في عندنا ماينر انتيجن هو يعمل عمليه الريجكشن ولكن يحتاج الى ليتل بيت لونج تايم او بالمعنى الاصح يكون عندنا سلو ريجكشن. هنا الصورة بتوضح لي عملية السيرفايف بالنسبة لموضوع الأورجان لما صار في عندي عملية اللي هو أورجان ترانسبلانت، قديش ممكن يكون في عندنا فترة بتحصل عملية الريفاسكولاريزيشن ويحصل عملية الهيلينج، ايش التايم بتاعهم، حاول تطلع عليهم على اساس تشوف بس بشكل عام في هذا الجانب. الثاني في موضوع الريجكشن برضه هنا في عملية الاكسبتنس في السلايد في نمبر الفيجر A، الفيجر B اللي هو عبارة عن الريجكشن في حالة ما بيكون عندي ريجكشن كيف التايمينج، تمام انه ممكن يحصل عندي فاسكولاريزيشن بداية لكن حيحصل في عندي سيلولار انفلتريشن وفي عندي انكومباتيبلتي،
الى ان يحصل عندي نوع من الدمج للبلاد سيل فيزلز، وممكن ادي الى نوع من النكروسز وبلاد كلوت، وحيكون في شان بلاد سبلاي للاورجن، ممكن يؤدي الى الديت في الاورجن. تمام، هذا في الفيرست ريجكشن. السكند ريجكشن طبعا اكيد في حيكون عندي اكسلريشن في التايمينج بالنسبه لموضوع الريجكشن. ان جنرال موضوع الانتيجنز اللي بيعملوا ديترمينيشن للهيستو كومباتيبلتي، يعني انا وكانه بقول في عندي ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس، يعني هيستو من هيستولوجي كومباتيبلتي تطابق. تمام، هذا الكومبلكس، واحنا اكيد ذكرنا في محاضرات سابقه الفصل الماضي على الام اتش سي كلاس، في عندي ام اتش سي كلاس نمبر 1 وعندي ام اتش سي كلاس نمبر 2، اذا يعني ذاكرين في هذا الجانب. ام اتش سي كلاس 1 بتكون عندي منها سب جروبنج، عندي ام اتش سي كلاس اتش ال اي، طبعا الاسم كان عباره عن اتش ال اي لانه في الاصل كان التسميه عباره عن ليكوسايت انتيجين هيومن ليكوسايت انتيجين، فظلت هي عباره عن الاسم ام اتش سي كلاس، لكن لما بيجي بيعمل لي عمليه رايتنج لها فبكون عباره عن اتش ال اي هيومن ليكوسايت انتيجين اي، اتش ال اي بي، اتش ال اي مثلا سي، هذول الميجر كلاسز في هذه الفاميلي. تمام، وفي عندي اذر ماينر كلاسز، يعني فيش داعي نتطرق لهم الان. تمام، بيقول لي هنا وين تشو از ترانسبلانتد بتوين جينيتيكلي ديفرنت انديفيديوال even if there is MHC antigens are identical the transplanted tissue can be rejected slowly طبعا because في عنا minor histocompatibility compatibility لوكاي، يعني هو كان بيقول لي في antigens بس لهم عمليه presentation minor ما اخذناش بالنا منهم. تمام، وهذه ممكن تؤدي انه يصير في عندي rejection ولكن take time. تمام، اذا لابد يكون في عنا ايش؟ عمليه اللي قلنا الاميونوسبرسيف دراج تكون متواصله في هذا الموضوع ولكن بكميات معقوله في هذا الجانب. اوكي، اذا هذا الامر لازم احنا ندير بالنا عليه. هنا الصوره طبعا احنا عندنا خلفيه عليها انه في عندنا قلنا الميجر هيستو كومباتيبلتي انتيجنز كلاس نمبر 1 وكلاس نمبر 2 هم المهمين. كلاس نمبر 1 في عندنا اتش ال اي اي واتش ال اي بي واتش ال اي سي، كلاس نمبر 2 عندنا اتش ال اي دي بي ودي ار ودي كيو عفوا ودي ار، موجودين دي على كروموسوم نمبر 6 على الشورت ارم زي ما احنا عارفين. الماينر هيستو كومباتيبلتي انتيجين هذه موجوده عندي على كروموسومز، يعني مثلا في عندنا مسمى لا اتش واي مولكيول، وين موجود هذا؟ هذا عباره عن جينز ممكن يعطيني طبعا بيبتايدز. تمام، فبسميها اتش واي بيبتايد، يعني وكانه الواي كروموسوم بيعطيني هذه البيبتايدز. تمام، بيعطيني هذه البيبتايدز لها سيرتن كاركترز. تمام، وهذه بتختلف طبعا عن الام اتش سي كلاس اللي هو الاتش ال اي اي والبي والسي. طيب، وهذا طبعا ذا ماينر انتيجنز ار ريبريزنتد باي سمول فراكشن اوف اتش ال اي مولكيولز. تمام، يعني هم موجودين عباره عن بيبتايدز، هذه الانتيجينات موجوده از بيبتايد على داخل الام اتش سي كلاس الموجوده على السطح. تمام، ممكن يعملوا عمليه اللي هو ايش ريسبونس في عمليه الريجكشن. تمام، ممكن كمان انه هذه الانتيجنز او هذه البيبتايدز ممكن تخرج عنا من الاكس كمان كروموسوم، ممكن يكون عندنا جينز بيعطيني هذه البروتينات او هذه السمول بيبتايدز، او ممكن يكون في عندنا اوتوسومال او كروموسومز اولسو كان انكود ذيز اللي هو ماينر هيستو كومباتيبلتي انتيجنز. في كمان على الجانب الاخر انتيجينات، هذه الانتيجينات موجوده تمام وإلها اسم عباره عن ام اتش سي كلاس 1 ريليتد تشين اي. تمام، اللي هي عباره عن جينز موجوده عندي بتعمل انكود على السيرفس بتاعت الخلايا سيرتن بيبتايدز سيرتن انتيجنز خلينا نسميها. تمام، وهذه ممكن يصير لها تعارف من خلال الريسبتورز الموجود عندي على النيتشر كيلر سيل بسموه ان جي ان كي جي 2 دي، الريسبتور موجود على النيتشر كيلر سيل، موجود على الجاما دلتا تي سيل، ممكن يكون موجود على السي دي 8 تي سيل. تمام، وطبعا هذه الانتيجينات ممكن تتفاعل
او يتم التعرف عليها من خلال هذا الريسبتور اللي ذكرناه، ويصير هناك اميون ريسبونس لهذه الخلايا، وعلى هذا الاساس ممكن يحصل عندي اميون رياكشن. لكن مثلا السي دي 4 تي سيلز ما بيحصلش هناك نوع من، ما فيش عندها هذا الريسبتور، بحيث انه ما بيصيرش في عندنا التقاء مع هذه الانتيجينات. الانتيجينات موجوده بدون برزنتيشن على الام اس سي كلاس، جاست انتيجين او جاست بيبتايدز موجوده عندنا على السيرفيس. تمام. وطبعا في عندنا الوت اوف ذيز الليلز من هذه الانتيجينز وهذه البروتينز، اوكي، وممكن تكون موجوده على الاندوتيليال سيل، على الكيراتينوسايت، على الفايبروبلاست، على الابيثيليال سيل، مع الدندريتك سيل، على المونوسايت. تمام. لكن مش موجودين على التي سيل والبي سيلز، اوكي، ممكن يكون عباره عن تارجت الاميو ريسبونس. فكان في احدى الدراسات تقريبا وجدوا انه هذه الانتيجينات اللي احنا ذكرناهم الام اي سي اي، وجدوا انه في يعني تقريبا 11% من الناس اللي عندهم كدني ترانسبلانتيشن عندهم انتي بودي لمين لهذه الانتيجينات. تمام. وهذا معناته انه لازم يكون في الاعتبار في هذا الجانب من هذا الباب، انه احنا بنخشى انه يكون في عندنا ريجكشن سلو، فبده يكون عندي دائما في عندنا اميون سامبلس ادراكس. طيب ان ترانسبلانتيشن اميولوجي ذا ميجر امباكت، تمام، كم من اللي هو HLA-B HLA-DR، يعني هذول مثلا اكثر يعني MHC classes عليهم يعني concentration في موضوع الكومباتيبلتي. تمام. يعني ال HLA-DR لو كان عندي اشكاليه في خلال 6 اشهر بمس ماتشنج، خلال 6 اشهر ممكن الاحظ في عندي رياكشن وعندي صار ريجكشن بشكل او باخر. طبعا بحكي عن HLA-DR، احنا الاورجن لما بننقله، احنا الاورجن بينجلو عباره عن خلايا، الخلايا او التيشو هذا عليها ام اتش سي كلاس 1 متعارف عليه، ولكن لا نخفي انه في عندي داخلها في عندي انتيجين بريزنتنج سيلز عليها ام اتش سي كلاس 1 وام اتش سي كلاس 2. اذا لازم احط في اعتباري انه الاتش ال اي دي ار اللي هي 1 اوف ذا سب تايب اوف ذا ام اتش سي كلاس 2 نيد تو بي كونسيدرد في موضوع الترانس بلانتيشن. تمام. الشغله الثانيه كمان اتش ال اي بي، اوكي، تقريبا في خلال السنتين الاولى ممكن لو صار عندي كان عندي يعني incompatibility ممكن يؤدي يصير في عندنا problem في خلال السنتين في موضوع اللي هو الترانسبلانتيشن بروسيس. وكذلك ال HLA-A mismatch have also a deleterious effect on long term، ممكن يكون more than 2 years في هذا الجانب. هنا صورة توضيحية عملية يعني estimation لدراسة في موضوع كيدني ترانسبلانتيشن. تمام. حاولوا يشوفوا قديش نسبة الناس اللي ممكن يعيشوا سنة بعد ما نعملهم ترانسبلانتيشن. تمام. فوجدوا انه لو احنا نقلنا كيدني مثلا من شخص الى اخر، تمام، وهذا الشخص كان عنده الـ HLA-A والـ HLA-B، تمام، ما فيش فيهم mismatching، يعني no mismatching، ولكن وجدوا انه في عندنا مس ماتشنج في ال HLA-DR. طبعا احنا بنعرف ال HLA-DR في ممكن يكون عندي ثلاثه منهم، اوكي، ستايلز مختلفين، اوكي. وجدوا انه لو ما كانش عندي ابروكسيميتلي HLA-DR مس ماتش، تمام، زيرو يعني، تمام، فيش عندي مس ماتش ات اول، تقريبا ممكن يكون 86% من هذول الناس هيعيشوا سنه تقريبا. لو كان عندي تقريبا واحد مس ماتش في ال HLA-DR هنلاقي النسبة طبعا قلت، لو كان عندي اثنين مس ماتش طبعا هتكون اقل في هذا الموضوع. على الجانب الثاني لو ذكرنا انه لو في عندنا نو HLA-DR مس ماتش، يعني ال MHC كلاس تمثل في ال HLA-DR، اوكي، كومباتبل 100%، لكن الان احنا بنعرف ان ال HLA هو عبارة عن الليلز، وال HLA عفوا A HLA-A و HLA-B في منهم alleles. لو وجدوا زيرو من هذه alleles مثلا HLA-A 27 مثلا نوع معين بس يكون أو B أو هلوم مجرة، إذا ما كانش في عندي أي واحد من هذول الستة alleles الموجودين على السيرفس بتاعت الخلية، بتقدر تقول في عنا 88% it's okay can survive for one year. إذا كان عندي تقريبا واحد mismatch، تمام، من الـ A أو الـ B، حيكون عندنا تقريبا 84% برسنتج من هدول يكون عندهم سيرفايف لوانير. إذا كان اثنين حيكون أقل النسبة تقريبا أو مشابهة للأولى، إذا كان أقل
ثلاثة حتكون نسبة قريبة، إذا كان أربعة، إذا كل ما زاد عدد الـ HLA مس ماتشنج كل ما قلت نسبة السرفايف لـ 1 year. هنا بس رسمة توضيحية بقول لي إنه أنا مثلاً في عندي أنا ماينر أنتيجين، وإحنا قلنا الماينر أنتيجين ممكن تطلع من الواي كروموسوم، فأنت تصور عندك تمام إنه ممكن يحصل عندي رياكشن بسموه جرافت فيرسس هوست ديزيز، هنحكي عنه ليتر أون. تمام، انه ايش بصير؟ انه بصير عندي اميون رياكشن جامد نوعا ما among female recipient of marrow transplant from male. ايش يعني؟ لو انا قمت نقلت اورجان يعني كدني تمام من ميل الى فيميل، صحيح انا بدي ادرس موضوع الكومباتيبلتي موضوع ال HLA-A والبي وال HLA-DR، لكن لو كذلك في عندي اشكاليه في موضوع ايش الاشكاليه؟ ما هو الاشكاليه انه انا في عندي ميل اورجان في واي كروموسوم في السيلز، معناته في انتيجنز حتيجي او بيبتايدز من هذا الواي، لو قلنا عنها اتش واي انتيجن تمام، هذا حيصير لها برزنتيشن وممكن تكون تعمل لي اميون رياكشن. اذا حده الرياكشن لو نقلنا من ميل ما فيش عنده مشكله تمام مع الفيميل من ناحيه الاتش ال اي والبي والاتش ال اي دي ار، لكن الا يبقى عندي موضوع ايش؟ الماينر انتيجن. لكن لو نقلنا من ميل الى ميل اخر عندهم كومباتيبلتي تمام اوكي في موضوع ال اتش ال اي والبي وال اتش ال اي دي ار، والميل لميل اذا هذا عنده واي وهذاك عنده واي، اذا مش حيلاقي في عندي انكومباتيبلتي في موضوع ال اتش ال اي انتيجين، فهذا بيعطيني اشعار انه بالفعل الماينر انتيجين ممكن تعمل لي سلو ريجكشن لو كان عندي مثلا ترانسبلانتيشن من ميل لفيميل. ان جنرال عندنا معلومه هنا بتقول لي انيمال ذات ليك تي لينفوسايت دونت ريجكت الوغرافت او ريجين جرافت، طبعا اكيد ما دام انت عندك ما عندكش تي سيل اذا معناته مش هيحصل عمليه اكتيفيشن اصلا للميو ريسبونس، هذا امر طبيعي لو ما فيش عندك تي سيل، هذا امر واضح في هذا الموضوع. بمعنى اصح كمان عندنا ملاحظه the process of rejection slows down considerably or does not occur at all في الاميونوسبرست ان جنرال، طبعا الناس ما عندهمش اي اميون ريسبونس، فبتوقع ان الاورجن ما يواجهش عندنا مشكله في موضوع الريجكشن. نيجي لنقطه اخرى، نقطه اخرى في هذا الجانب اللي هو عباره عن induction of the immune response against transplants. ايش يعني؟ الان احنا عملنا transplantation ونقلنا الاورجان سواء كان كيدني سواء كان هارت سواء كان ليفر نو بروبلم، ممكن يحصل عمليه ريكوجنيشن لهذا الاورجان، فبيصنفوا الريكوجنيشن بدايركت واندايركت. ايش يعني دايركت؟ اللي انت تصور انه احنا نقلنا الاورجان تمام، هيحصل انه في عندنا، خلينا نطلع على الصوره ممكن يكون افضل، ايش معنات دايركت وايش معنات اندايركت. معنات الدايركت عندي قول كيدني موجوده نقلناها لبيشنت از ريسيبيانت، فبيحصل في عندنا انه هناك هذا قلنا عضله اساس احنا معنيين بال HLA-DR الكيدني فيها انتيجين بريزنتنج سيل، فممكن يحصل عندي ايش؟ انه هذه الانتيجين بريزنتنج سيل طبعا تنتقل من الكيدني وتروح على اقرب ليمف نود، وفي الليمف نود هيحصل عندي عمليه الكونتاكت. ذاكرين لما ذكرنا في موضوع الهايبر سنسيتيفيتي نمبر 4 كانت الصوره هذه عندي موجوده، وقلنا الالو جرافت ريجكشن ممكن يعمل لي هايبر سنسيتيفيتي تمام نمبر 4، او بيعمل لي حاجه بسموها ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي. بالفعل انه هذه الانتيجين بريزنتنج سيل هتعمل عمليه اكتيفيشن للتي سيلز بتاعت الريسيبيان، ومن ضمنهم خلايا تي سيل تسمى تي دي دي تي اتش تمام، وهتعمل لي اميون رياكشن. اذا الدايركت انه السيلز بتاعت الاورجان ترانسبلانتد هي راحت عملت اميون رياكشن، وهذا يسموه الدايركت رياكشن بهذا الموضوع. اوكي، وحصل عندنا هذا الكونتاكت وهلما جرى. الاندايركت ايش صار عندي؟ انه الاورجن موجود، والاورجن طبعا على سطح الام ات سي كلاس، يقال انه الانتيجن بريزنتنج سيلز بتاعت الريسيبيانت تمام بتصل الاورجان وبتعمل عمليه نوع من الفاجوسايتوسيس لمين او ابتيك للام اتش سي كلاس مع البيبتايد بتاعتها، بتعملها انترنالايزيشن وبعد هيك بتعملها برزنتيشن تمام. يعني هي الانتيجين بريزنتنج سيلز بتاعه الريسيبيانت
بتاخذ الام اتس سي كلاس بتاعت الدونر، بتعمل له برزنتيشن لمين؟ للام اتس الى التي سيل بتاعت الريسيبيان، وهل مجرد ممكن يحصل عنده عمليه اميون ريسبونس. اذا الاندايركت هو عباره عن الابتيك بتاع مين؟ بتاعت الام اتس سي كلاس بتاعت الفورينر بتاعت الدونر، وبعدها بيحصل عندنا اميون ريسبونس من خلال المفهوم اللي احنا عارفينه. هذه الصوره بتوضح الموضوع زي ما ذكرنا في الدايركت وموضوع الاندايركت، حاولوا تطلعوا عليه. هنا في تفكير اخر انه ممكن تكون الدونر انتيجين بريزنتنج سيل، هذا الكلام حكيناه في موضوع الدايركت، انه ممكن يحصل لعمليه ايش؟ انه يصير لها نوع من نوع من في الاندايركت سواء سوري، انه يصير في يعني نوع من الشيدنج، يعني يصير في نوع من الريليزنج لهذه الام ات سي كلاس، تمام؟ وسواء كان ميجر او سواء كان ماينر انتيجين، وبصير لهم ابتيك من خلال الانتيجين بريزنتنج سيلز بتاعت الريسيبيانت، وكذلك يصير عندي نوع من الاكتيفيشن انجن. بس هذا عباره عن كان واحد من الافكار في خلال دراسات الريسيرش اللي كانت موجوده ومنتشره في مجله نيتشر. الان حصل عندي الترانسبلانتيشن، تمام؟ ان جنرال لابد يحصل هناك عندي ريجكشن، تمام؟ ولكن بدرجات متفاوته. الريجكشن هنا بياخذ عده اوجه، ممكن يكون عباره عن هايبر اكيوت ريجكشن، عندي اكيوت ريجكشن، وكذلك عندي الكرونيك ريجكشن. بشكل كمان مختصر في هذا الموضوع، الهايبر اكيوت ريجكشن يعني تصور انه احنا عملنا ترانسبلانتيشن لا مثلا للكدني من دونر لريسيبيان. طبعا احنا في عندنا منظومه الجروبينج، انه انا لابد اعمل جروبينج، تمام؟ في بعض من التيشيو في موضوع الكومباتيبلتي لابد اعمل جروبينج زي موضوع اي بي جروبينج. يعني فرضا عملنا جروبينج، او بالمعنى الاصح ما عملناش جروبينج، يعني نقلنا كدني، تمام؟ هذا الكدني من مريض A لمريض B، ولكن كانت الـ A جروب بلاد جروب A، تمام، بتاعت الدونر، وكان عندي B جروب للريسيبيانت البلاد جروب. الآن احنا بنفهم انه البلاد جروب B انه في عنده انتي بادي لانتيجين A، تمام؟ الكدني في عنده انديتيليال سيلز، وهذه الانديتيليال سيلز عليها اللي هو الانتيجينات انتيجين A بتاع اللي زي الانتيجين ايه الموجود عندي على البلاد ريد بلاد سيلز. فالان نيجي نطلع على الصوره على اساس نوضح ايش اكثر. هذه كدني، لما احنا قلنا الكدني اوكي بيحصل في عندنا برزنتيشن او عرض موجود على الاندوتيليال سيلز بتاعت الكدني لمين؟ لا اللي هو الجروبينج الموجود عندي جروب بي او جروب ايه زي ما ذكرنا، تمام؟ لكن البيشنت عنده انتي بودي اجينست هذا الانتيجين، لانه ذكرنا احنا انا نقلت كدني من دونر عنده جروب A مثلا لا ريسيبيانت عنده جروب B او العكس، فمعناته في عندي انتي بودي. هذا الانتي بوديز على طول هيشبك عندي على الانتيجينز الموجوده عندي، وكذلك عندك بتعرف انه الانتي بودي عباره عن اي جي ام، تمام؟ فمعناته عندي كومبلمنت هيربط عنا، والكومبلمنت هيعمل لي كاسكيدنج انه يصير في عنا نوع من الدمج لمين؟ للخلايا بتاعت ايش؟ بتاعت الكدني الموجود عندي الاندوتيليال سيلز، او مثلا البلاد فيزلز الموجوده في داخل الكدني، تمام؟ وهنا هيحصل عندي نوع من الاستدعاء لماكرو لنيوتروفيلز ماكروفيجز، تمام؟ وحتطلع الانزيمات بتاعتهم وحيعمل ديستراكشن، وحتيجي عند البليتلتس كذلك تعمل ادهيجن لهذا الانجرد اريا، تمام؟ وتعمل عمليه بلوكينج، وحيصير في عندنا نوع من النكروسيس في هذا الجانب، ويحصل عندي مشاكل على مستوى بقدر اقول عباره عن ايام، او ممكن يكون عباره عن اورز بشكل سريع، تمام؟ اذا هذا نوع من انواع الريجكشن اسمه هايبر اكيوت ريجكشن في موضوع الكدني جرافت. اذا موضوع الجروبنج على سبيل المثال في موضوع الكدني موضوع مهم، انه لابد يكون عندي كومباتيبلتي في هذا الجانب. اكيوت ريجكشن الصحيح انه حصل عندي ترانسبلانتيشن، اوكي؟ موضوع الجروبنج اتس اوكي مفيش مشكله، لكن انا في عندي انكومباتيبلتي بشكل او باخر. موضوع الانكومباتيبلتي هاني
الصهيب تاخد منحى بشكل او باخر، انه الخلايا التي سيلز هنا هيصير لها نوع من الاكتيفيشن بحيث انها تكون شرهه في اخراج السيتوكاينز، تمام؟ انه نفس الخلايا النايف سيلز قبل ما يصير لها بولاريزيشن هيصير منها بولاريزيشن to be as T helper 1, to be as T helper 2, to be as regulatory cell, to be as T helper 17 cell. هذه كلها عبارة عن خلايا هتساعد في عملية الاميون ريسبونس against the organ الموجود عندنا. طبعا تحت تأثير cytokines موجودة عندي من خلال الانتيجين presenting cells الموجود عندي. هذا الأمر يتمثل في الصورة الموجودة عندنا. خلينا نطلع على السلايد الموجود عندي هنا. انتيجين بريزنتنج سيل، والله جايبالي انا عندي انتيجينات من الفورينر اللي هو من الدونر، وقابلت اللي هي النايف تي هيلبر سيلز. النايف تي هيلبر سيلز هنا هيصير لها بولاريزيشن على عده اوجه. ممكن انا طبعا في الحاله دي انا تي هيلبر سيل هيصير لي اكتيفيشن تو بي از او تي دي اتش تي هيلبر سيل، تو بي اعمل اكتيفيشن للتي سايت توكسيك. انا نفسي كمان اعمل اكتيفيشن لاذر تي سيل، وهذا التي سيل، وهذا امر يعني غريب في موضوع الترانسبلانتيشن، انه كمان السي دي 4 تي هيلبر سيت توكسيك، وكذلك ممكن يخرج عندي سايتوكاينز على البي سيل، تمام، وتعمل لي اكتيفيشن للبي سيل بحيث ان تنتج لي انتي بادي، وكذلك النيتشر كلير سيل ممكن تشتغل في هذا الامر. فعلى هذا الموضوع انه الخلايا بشكل او باخر هتتنشط عندي. يعني مثلا عندي هنا تي تي دي تي اتش سيلز هتعمل اخراج للسيتوكاين انترفيرون جاما، هتعمل اكتيفيشن للماكروفيج، هتطلع الانزيمز بتاعتهم، هتحاول تعمل لايسز. كمان عندنا الخليه ال خليه ال تي دي تي اتش ممكن تطلع عندي انترفيرون جاما مع تيومر ريكورس فاكتور بيتا، يجوا على الخليه هذه الموجوده عندي بتاعت الدونر ويصير عمليه برزنتيشن لعمليه سي كلاس اكثر، سواء كان 1 او 2. معناته السي دي 8 سيل هتشتغل سيتوكسيك، والسي دي 4 هتشتغل از سيتوكسيك. وضع شيء غريب صحيح في موضوع الترانسبلانتيشن، لانه بنعرف سيتوكسيك للسي دي 8 سيل، سي دي 4 برضه هتشتغل از سيتوكسيك سيلز من خلال الكونتاكت مع الكلاس 2. كمان عندنا البلازما سيل تطلع انتي بودي اجينست، وكذلك النيتشر كيلر سيل هتشتغل عن طريق اي دي سي سي زي ما احنا عارفين. اذا هذا مفهوم الاكيوت هايبر اكيوت ريجكشن. الكرونيك ريجكشن اللي هو ممكن يكون بوت انتي بودي مع السيل ميديتد اميونيتي في هذا الموضوع، لكن تيك تايم مور ذان ذا اللي هو الاكيوت وكذلك الهايبر اكيوت. نوت طبعا موضوع الاكيوت ممكن ياخذ عباره عن مانس في هذا الجانب. النوت الاخرى هنا عايز اوضحها انه البولمر والسكان الجرافتنج بتاعتهم فيري سنسيتيف في عمليه الريجكشن كومبير تو ذا هارت، وهذا الكلام والكدني ليش اكثر؟ لانه له علاقه في موضوع الام ات سي كلاس اكسبريشن، عمليه الليفل والتريشول بتاعت الام ات سي كلاس. كل ما كانت طبعا اعلى كل ما كان عندي الريجكشن بيكون اسرع في عمليه اللي هو الانكومباتيبلتي. وكذلك الاورجنز بشكل عام هتلاحظ انه في عندنا بعض اورجان الام ات سي كلاس اكسبريشن على السيرفيس صحيح موجود، ولكن بتريشولد اوطى في هذا الموضوع، تمام. بقول لي هنا نوت تو افويد هايبر اكيوت ريجكشن ذا اي بي جروبنج انتيجنز اوف ذا جرافت دونر ار سيلكتد تو بي كومباتبل. اكيد هذا الكلام. ذس تيست از يونيفورملي يوز في حاله الرينال او الكاردياك، يعني الكاردياك ترانسبلانتيشن وفي الكيدني ترانسبلانتيشن هذول من الاولويات ان نعملهم في هذا الموضوع الموجود عندنا. يعني لكن ممكن يكون اذر اورجان يكون عندنا الاكسبريشن لهذا الانتيجين مش موجوده في نفس الدونر. يعني ممكن يكون دونر عنده بي جروب مثلا ونعطيه لاي في اورجان بحيث انه يكون عندي الام ات سي كلاس نوعا ما الجروبنج. طبعا ما فيش عندي هناك بمعنى صح عنده تي للسيلز عليها انتيجينات جروبنج زي الاي او البي. وكذلك ممكن يكون عندي مثلا عمليه الريجكشن من اورجان الى اخر، واحد اورجان مثلا كما يقال انه الليفر الاكسبريشن تحت العمليه سي كلاس وين اقل نوعا ما من لو كان مثلا عندي بون مارو ترانسبلانتيشن، او مثلا كان عندنا اللي هو سكان في هذا الموضوع. هنا صحيح نقطة أخرى في هذا الجانب في موضوع الترانسبلانتيشن. طبعا احنا لما نعمل عملية ترانسبلانتيشن، تمام، لابد يكون في عندي عملية كومباتيبلتي،
وهذا الكلام لابد يحتاج الى عندنا موضوع لاب. اذا ممكن يصير عندنا عمليه دراسه في الكومباتيبلتي اوتسايد. طبعا هذا اللي بيحصل. يعني انت الان لما تيجي مثلا تعمل عمليه ترانسبلانتيشن لشخص بيجي مثلا بيقول لك خذ من الاقارب من العيله تمام ويعمل عمليه كومباتيبلتي، فبتروح انت بتاخذ بلاد تمام عشان تاخذ السيلز وتشوف وتقارن الام اتش سي كلاسز والجروفينج الموجودين على السيرفيس بتاعت السيلز بتاعت الدونر وكذلك مع الريسيب انه تشوف مين اكثر واحد عنده كومباتيبلتي في هذا الموضوع. طيب طبعا انت اكيد في مخك الان تعرف انه الام اتش سي كلاسز هتكون جايه من الاب والام وفي عندنا بروبابيلتي انه في يكون مشترك بين الابناء مع بهذا الموضوع. طيب سيرولوجيكال ديتكشن اوف ذا ام اتش سي كلاس انتيجين ابانل اوف اتش ال اي سبيسيفيك. يعني الان في عندنا سيرولوجيكال ديتكشن A panel of HLA-specific anti-sera or monoclonal antibody is used to determine. إذن وكأنه إيش بيجي بقول الآن ممكن تستخدم عملية سيريولوجي تمام؟ إنه يكون عندك مثلا السيلز موجودة وتروح تضيف يعني antibody against certain HLA class. HLA سواء كان مثلا HLA A أو B subtypes بتاعتهم تمام الاليلز بتاعتهم او اتش ال اي مثلا دي ار زي ما هنشوف في الصوره ليتر اون. ممكن نشوف نضيف على السيلز ونشوف تحت الفلوريسنس مايكروسكوب من خلال فلوريسنس ماتيريال. ممكن الامر هذا نشوف من خلال كومبلمنت فيكسيشن زي ما هنشوف في الصوره التوضيحيه ليتر اون. ممكن نعمل بي سي ار نشوف الاليلز هذا موجود طبعا من خلال نحدد بي سي ار. ممكن نعمل رياكشن حاجه بيسموها ميكس لينفوسايت رياكشن between what between الان في عندنا مثلا اورجان الاورجان هذا موجود فيه خلايا انتيجين بريزيدنج سيل تمام هتروح هذه الخلايا الانتيجين بريزيدنج سيلز على الليمف نودز بتاعت الريسيبيان تمام. فاحنا ممكن قبل ما نعمل ترانسبلانتيشن ناخذ الخلايا بتاعت الدونر تمام ونعمل عمليه ميكسينج اللي هي مين الانتيجين بريزيدنج سيل او الدندريتك سيل نعملها ميكسينج في اللاب مع مين؟ مع التي سيل ونشوف طبيعة الكونتاكت بينهم وقديش صارت ستيميوليشن لمين للتي سيلز من خلال الكونتاكت مع الانتيجين بريزنتنج سيل حنوضحه في السلايدز القادمة إن شاء الله. وبعد كده نعمل عملية ايفالويشن من خلال راديو اكتيفيتي ومن خلال وجود التايميدين نشوف كيف حصل عندي بروليفريشن للتي سيل أو لا. جاست ويت الآن مثلا في موضوع السيرولوجيكال انجينير نيجي لفيجر نمبر اي. الان فيجر نمبر اي طبعا في عندي دونر وعندي انا ريسيبيانت تمام دونر وريسيبيانت. انا ممكن في الحاله هذه ايش اعمل؟ اضيف انتي بودي اشوف عندي انتي بودي او قبل ما اروح على ايه عفوا خليني اروح على بي في موضوع السيرولوجي موضوع السيرولوجي الان في بي ما دام ذكرنا السيرولوجي ممكن يحصل عندنا هناك موجود عندي سيلز لمين للريسيبيانت اعتبر في عندك لينفوسايت تمام حطيت هنا عندي لينفوسايت 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 وهلم جرى. الان بتكون انت في الحاله هذه عندك كمان دونر 1 وعندك دونر 2 لينفوسايت لينفوسايت وهلم جرى وهلم جرى موجود عندي انا في اللي هو الديشز الموجود عندي في هذه الويلز. ايش اللي بيحصل عندي دونر 1 دونر 2 دونر 3 وعندي الريسيبيانت. فبتروح انت بتضيف مثلا انتي بودي مثلا اجينست اتش ال اي اي تمام بسب تايب معين وحطيته في هذا الويل الموجود عندي والويل الموجود عندي هنا وكذلك الويلز الموجود عندي بدونر 1 ودونر 2 ومثلا اضيف الويلز الثاني الرو الثاني اضفت انتي بودي اجينست سيرتن تايب اوف اتش ال اي في الريسيبيانت والدونر 1 ودونر 2 وكذلك النوع الثالث من الانتي بودي اجينست سيرتن اتش ال اي على الريسيبيانت سيل وهلم جرى. وبنيجي بنعمل بنلاحظ اذا من الصوره هذه اللي احنا موجوده عندنا تصور عندك الصوره هنا الان الريسيبيانت لما اضفنا انتي بودي اجينست الاتش ال اي تاعته اعطى رياكشن تمام انه في عندي صار بايندينج صار عندي بريسيبيتيشن او صار عندي اجلوتينيشن وهنا صار عندي بايندينج مع دونر 1 لكن مع دونر 2 ما فيش. ايش معنى الكلام هذا؟ معناته في عندي كومباتيبلتي ما بين اتش ال اي اي مثلا سب كلاس معين موجود عندي في دونر 1 دونر 2 لكن في دونر 3 الدونر 2 مش موجود عندي
مش موجود عندي. هو كأنه انت بتقول لي هذا في عندنا مشكل في هذا الموضوع. هنا مثلا على سبيل المثال دونر هنا موجود، لكن هذا عندنا مش موجود، هنا عندنا مش موجود، تمام. الثالث نفس القضية، موجود هنا مش موجود. يعني لو انا جيت اطلعت على رقم 7، لما اضفت انا هنا في عندنا compatibility، هنا في عندي موجودة الريسيبيانت مع مين؟ مع الدونر رقم 1. يعني وكأنه بقول لي يوجد في الريسيبيانت certain alleles، تمام، موجودة عند مين؟ عند دونر 1، تمام، موجودة عند دونر 1، سواء كان في الولاد السطر بتاع رقم 1 والسطر بتاع رقم 7. الآن لو احنا قمنا اعطينا الدونر رقم 2 للريسيبيانت، وبتوقع يكون في عندي انتي بادي طبعا الوت، تمام، لهذه الانتيجينات الموجودة عندي، لانه هذا اكيد حيكون في عندي انتي بادي اجينست لانه مش موجود، تمام. هذا لو اعطيناه للريسيبيانت حيكون في انتي بادي اجينست هنا اجينست، وهنا حيكون طبعا against for example بشكل او باخر. فانا لو جيت طلعت قرار دونر 1 ودونر 2، الحدة بتاعت الكومباتيبلتي، تمام، الانكومباتيبلتي هتكون نوعا ما اقل في دونر 1 مقارنة مع دونر 2، لكن في انكومباتيبلتي اكيد هيحصل في عنا في هذا الجانب، تمام، هيحصل عنا هذا الموضوع، تمام. ممكن يكون other HLA احنا ما فحصناهاش موجودة، ولكن هتكون نوعا ما اقل في دونر 1 من دونر 2. هذا في موضوع السيريولوجي في هذا الجانب. فمعناته انا لو انا ما هني ان يكون عندي كوباتابلتي كويسة على certain alleles، او بدأ الاقي والله دونر 1 او تقريبا نفس الامر من ناحية الزلاج فور اكزامبل، او انه موجود كل الالليلز عندي اللي انا عملت لهم تشيك، هنا بكون انا مطمئن اكتر انه والله لو اعطيت هذا الاورجان من هذا الدونر للريسيبيانت مش هيصير في عندي اون كوباتابلتي بشكل كبير. الشغلة الثانية في موضوع نرجع لنمبر اي، طبعا انا في عندي الليل للدونر وعندي انا ريسيبيانت. هنا لما انا رحت حطيت انتي بادي، تمام، انا مش عارف ايش طبيعتي انه في عندي الليل بس مختلف عن الليل اللي هنا. لما حطيت انت انتي بادي للليلز، تمام، للسيل، حطيتهم على السيلز بتاعت الدونر، ورحت حطيت كمان الانتي بادي بتاعت الليل نفسه هذا الليل رقم 2 على السيلز بتاعت مين؟ الريسيبيانت، تمام. فحطيت انتي بادي هنا، حطيت انتي بادي هنا، طبعا في الدونر موجود هذا الاليل رقم 2، تمام، موجود رقم 2. عاد هو عنده اليل موجود ريسيبن مختلف، لكن انا مش عارف، لكن ضمن نعتبر انه في عندنا اليل مختلف عن الثاني. فالانتي بادي هنا شبك لانه في عندي اليل، الانتي بادي هو اصلا الالم ضايف وضايفه لاليل نمبر 2، الاليل نمبر 2 موجود عند الدونر. فايش اللي بيحصل عندي؟ ريسيبيانت ما فيش عنده انا عنده هذا الاليل، فلما انا حطيت الانتي بودي مش حيرتبط الانتي بودي، فبروح بعمل ووشنج بضيع السيرم، تمام، او بضيع الاكسس انتي بودي، بروح بضيف كومبلمنت. لما بضيف الكومبلمنت هنا، طبعا الكومبلمنت هيشتغل على ايش؟ على انتي بودي. هنا فيش في عندي، هنا في عندي انتي بودي، فهيعمل انتي بودي مع وجود الكومبلمنت هيعمل لي طبعا لايسز لمين؟ للخلايا. هنا مش هيصير في عندي لايسز، هذا ايش بيعطيني؟ طبعا نشوف انه الخليه دخلت على ابوبتوسس، انا لما جربت اعملها ستين بالتريبتوفان بلو اوريوسين، تمام، فلما تاخذ الداي معناته بقدر اقول الخليه بتقدر تقول داخله على ابوبتوتكس على موت. هنا طبعا الخليه مش هتاخذ لانه الخليه مش ما دخلتش على الابوبتوسس، لانه الخليه ما زالت سيرفايف في هذا الجانب. ايش معنى الكلام هذا؟ معناته انه الخليه هذا، تمام، بتاعت الدونر عندها قليل مختلف عن الاليل الموجود عندنا، والا كان نفس الاليل لما اضفت الانتي بودي للاليل رقم 2 موجود عندي في الدونر 1 في الريسيبيان، كان اعطوني، لو اعطوني التنين هيموليسيز هو بقدر اقول الاليل هنا موجود هنا وهنا، فيش عندي مشكله. نيجي لسي. سي صحيح عايز احكيها بشكل مختصر في هذا الامر. ايش اللي بيحصل عندي انا؟ اللي بيحصل عندي زي ما ذكرت في هذا الموضوع، انه باجي بطلع على الدونر،
وباخد منه خلايا بشكل عام مونوسايت. طبعا عادة معروف الدندريكس القليلة في الإنسان. باخد المونوسايت هذه وبعملها وباخد الخلايا اللي قلنا عملنا سحب للبلاد واخدنا خلايا المونوسايت وحطيناها في بتر ديش تمام، واضفنا عليها سيرتن سيتوكاينز وحولناها من مونوسايت لمين؟ لدندريتك سيل. هذه خلايا مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت الريسيبيانت، بتاعت عفوا الدونر، بتاعت مين؟ بتاعت الدونر. طيب هذا الشغله. الشغله الثانيه بروح بنجيب نسحب برضو دم من الريسيبيانت تمام، وبناخذ الليمفوسايت. اعتبر حالك انت اخذت اللي هو تي سيل سي دي 4 سيل تمام. اوكي، احنا بنعرف دائما انه لابد يكون في عندي ما دام الخلايا التي سيل اللي بيحصل لها بروليفريشن وستيميوليشن لابد تلتقي مع الانتيجين بريزنتنج سيل، وكل ما كان الانتيجين بريزنتنج سيل حملالي شيء غريب اكثر معناته انه حيصير عندي ستيميوليشن بشكل اكثر لمين؟ للتي سيل. هذا طبيعي. اذا الدونر الموجود عندي انا خلايا انتيجين بريزنتنج سيل موجوده، طبعا دونر في عندها ام ات سي كلاس وحملها للانتيجينات تاعتها الفورينر تمام. الان ايش اللي بصير؟ بنروح بنعمل ميكسينج لمين؟ للدنتريتك سيل بتاعت الدونر مع اللي هو مين؟ التي سيل بتاعت الريسيبيانت بنسبه معينه. ولكن قبل ما نعمل عمليه الميكسينج عشان نسميها ميكست لينفوسايت رياكشن، بنروح بنضيف بنعمل عملية راديشن لمين؟ لهذه الدنتريك سيل، بحيث لما نخلط الدنتريك سيل مع الليمفوسايت ما يحصلش بروليفريشن لمين؟ للليمفوسايت للدنتريك سيل. يعني إذا صار هناك كونتاكت لازم أنا أتابع عملية البروليفريشن لمين؟ للليمفوسايت. فبتضيف بتحطها بتعرض الدنتريك سيل بتاعت الدونر لراديشن أو بسموها جاما راديشن عشان تخفف من حدة البروليفريشن بتاعتها، لكن هي بتموتش وبإمكانها تعمل استيميوليشن تمام. وبنعمل عملية الميكسين. الآن اللقاء اللي هيحصل بين الخلايا بين فورنرز دونر مع مين؟ دندريتك سيل مع ريسيبيانت لينفوسايت، وبنعملهم ميكسين. بعد تقريبا نقول وان دي بنروح بنضيف ايش؟ بنضيف تريتشوم تايميدين. ايش يعني تايميدين؟ عليه تريتشوم H3 تريتشوم تمام، اللي هي راديو اكتيف ماتيريال بسموها تريتشوم تمام. والتايميدين هو عباره عن ايش؟ عباره عن نيوكليوتايدز تمام، نيوكليوتايد تايميدين تي تمام، عليها تريتشوم. لو انا صار عندي لقاء ما بين الدنتريك سيل بتاعت الدونر اللي انا عملت لها راديشن وكذلك الليمفوسايت بتاعت الريسيبيانت تمام، لو هناك صار في عنا وجود كونتاكت وكان عنا الانتيجين بريزنتنج سيل حملالي انتيجينات على ام ات سي كلاس مور فورينر تمام، فاكيد التي سيل هتتعرف عليهم بقوه وهيصير لها ستيميوليشن وبروليفريشن. لما بيصير لها بروليفريشن طبعا هتبدا تبني الدي ان اي تاعها. تحتاج ايش لما تبني الدي ان اي؟ لنيوكليوتايد. من ضمن النيوكليوتايد اللي هتحتاجهم طبعا هتحتاج الى تايميدين، وهتاخد تايميدين وعليه ايش؟ تريتشوم تمام، وتاخد وبتعمل عمليه بروليفريشن وهتاخد تايميدين عليه تريتشوم. بعد فتره بناخد الخلايا تمام، اللي ايش هيحصل؟ احنا قلنا الدندريتك سيل ستوب في البروليفريشن لان عرضناها للراديشن تمام. التي سيل هيحصل لها ايش؟ اخذ لمين؟ لتريتشوم تايميدين. اوكي، تايميدين اللي عليه تريتشوم، وبنعمل عمليه ميجرمنت للراديو اكتيف ماتيريال اللي هي التايميدين، وبنشوف كل ما زادت الراديو اكتيفيتي عندي تمام، بنقول والله الخلايا الريسبونس تاعها صارت بشكل كبير جدا، وكل ما قلت الراديو اكتيفيتي اعرف انه الخلايا الريسبونس كان اقل عندما تعرفت على الفورين انتيجين بريزنتنج سيل. وهذه العمليه عمليه استيميشن، عمليه نسبيه بشكل او باخر، انه ممكن نقارن عدة أنواع من الدونرز مع الريسيبيانت ونأخذ أقل حدة أو أقل قياس من اللي هو عملية التريتشوم تايميدين الموجود عندي في الخلايا اللي احنا ذكرناها. هذا بسموه عبارة عن ميكست لينفوسايت رياكشن انجينر. طيب
هذا الكلام موجود عندنا هنا بشكل او باخر. طبعا احنا ممكن نعمل جاما راديشن او ممكن نعمل زي ما احنا شايفين اديشن اوف ماي تو ماي سين سي. تمام، الماي تو ماي سين سي هيعمل بريفنت لمين؟ للسيل ديفيجن في خلايا الانتيجين بريزنتنج سيل. في عندنا مصطلح هنا يا شباب يا بنات في يسموه جرافت فيرسس هوست ديزيز. ايش يعني جرافت فيرسس هوست ديزيز؟ بشكل مختصر انه انا بيحصل في عندنا كل ما انا في عندي فار اوي، يعني في عندنا بعد ما بين ال يعني بالمعنى الصحيح عندي انكومباتيبلتي، تمام، هيصير في عندنا اللي هو ايش؟ نوع من الميور رياكشن هاي، تمام، ما بين ايش؟ ما بين الجرافت سيلز، لانه احنا ما بنقل احنا بنقلش اورجان ويت اوت سيلز بتاعته بكون فيها السيلز الانتيجين ريزيستنت سيل. اذا الجرافت اللي نقلته عمل لي هوست ديزيز، يعني عندما انتقلت خلايا الجرافت الموجوده عندي زي الانتيجين ريزيستنت سيل للليمف نود القريبه، هتعمل عمليه ستيميوليشن للمين؟ للميون سيلز، وهتعمل عمليه اكتيفيشن سواء كان لتي دي تي اتش سيلز، سواء كان ل الوت اوف تي هيلبر سيلز او تي سايتوتوكسيك سيلز، تمام، هيصير لهم اكتيفيشن وعلوت اوف سايتوكاينز، وهيصير في عندنا اكتيفيشن لماكروفيجز لنيوتروفيل، تمام، وهذا ممكن يعمل عمليه اللي هو اميون رياكشن اجينست مين؟ اجينست الريسيبيانت. وهذا الاساس سموه جرافت فيرسس هوست ديزيز. جرافت فيرسس هوست ديزيز ممكن يوصل يصير في عند الشخص مشاكل على مستوى سكين ليجون، دياريا، جوندس، سبلين انلارجمنت، ديت في الابيثيليال سيل، وجاسترونتستينال تراك، وسكن عندنا هيكون في عندنا نوع من نيكروسيس لهم. وقسموا لي او قسموا لي لاكيوت، تمام، وله سيرتين كاركتر طلعوا عليهم، وكرونيك اقل حده برضه له كاركتر موجوده حاولوا تنظروا اليوم. اذا هنا في عندنا اكيوت وعندنا ايش؟ كرونيك جرافت فيرسس هوست ديزيز. الاكيوت ممكن يكون فيتال، وهنا برضه ممكن كمان يكون عندي فيتال بحيث انه يصير عندي نوع من الكومبليكيشن زي ما ذكرنا، ويصير عندي ديسفانكشن في الاورجانز. بشكل اخر موضوع الاميونو سبريسيف دراج، اكيد انت بتعمل ترانسبلانتيشن وبتعطي دراجز، من ضمن هذه الدراجز كورتيكوستيرويدز، تمام؟ عندنا ايش؟ كورتيكوستيرويدز، والكورتيكوستيرويد بدورها ايش هتعمل؟ هتحاول تحد من موضوع الاميون ريسبونس، من ضمنهم انه في عندنا داون ريجوليشن الكورتيكوستيرويد بتعمل لمين؟ للانفلاماتوري سايتوكاينز اكسبريشن زي انترلوكين 1 و2 و3 زي ما انتم شايفين عندي، وهدول السايتوكاينز الموجوده عندي. الكورتيكوستيرويد كمان ممكن تعمل انهبيشن لمين؟ للاكسبريشن بتاع الاديجين موليكيول، يعني معناته انه ما تجيش يا ليكوسايتس، ما تعمليش مايجريشن على الايريا وتعملي انفلاماتوري بروسيس بشكل او باخر. اوكي، فمعناته في عندنا انهبيشن بشكل او باخر، هتعمل انهبيشن لا ما تخرجش الاندونيوكليز انزيمز، تمام، في هذا الجانب. اوكي، ممكن تعيق عمليه الايش؟ الاكسبريشن للام اتش سي كلاس في الخلايا الموجود عندي، تمام، ودام ضعفت من الاكسبريشن بتاعت الام اتش سي كلاس في الانتيجين بريزنتنج سيلز، معناته حيحصل عندي لو بريزنتيشن، وحيحصل عندي نوعا ما لو تي سيل ستيميوليشن. عندنا اضر سايتوكسيك دراج اسمه انتي ميتابولايتس، وهذا عباره عن دراج بيعمل انترفير مع الدي ان اي والار ان اي سينثيسيس موجود. وفي عندنا كمان اضر دراجز اخر اسمه سايكلوفوسفاماين وكلوروميوسيل، تمام، هذول عباره عن الكليتنج للدي ان وانترفير مع الدي ان اي ميتابوليزم، وهم طبعا اكيد توكسيك على الخلايا الموجوده عندي. عندنا سايكلوسبورين، واحنا عارفين السايكلوسبورين مر علينا الاسم هذا في الفصل الماضي، انه السايكلوسبورين ممكن يعمل انترفيرنس للتي سيل اكتيفيشن بانه يتحد او بيعمل انترفير مع السايكلو يورين بشكل او باخر، وهذا بعيق عملية الاكتيفيشن بتاعت الترانسكريبشنال فاكتور اللي ممكن تساعد في عملية اللي هو سايتوكاين سينثيسيز او انترلوكين سينثيسيز او سايتوكاين ريسبتور سينثيسيز زي ما احنا عارفين. هذه انواع من دراج من باب برضو تنعطى از اميونو سبريسيف دراجز من باب العلم اطلع عليهم. اوكي، هذه عبارة عن دراسة ليس الا، هذه الدراسة انه عملوا كومباين تريتمنت مع ديكساميتازون مع لايبوبوليسكرايد. اوكي، اعطوهم لمين؟
لمونوسايت ديرايف دندريتك سيل، وحولوا لي المونوسايت ديرايف دندريتك سيل لا تو بي از تلوروجينيك دندريتك سيل. تمام؟ يعني مثلا وكانه انا بقول انه انا في عندي دندريتك سيل بتاعت الريسيبيانت بتروح بتعملها بهذه الكومباوند زي الديكسامتر زي ما لايك بوليسيكارايد، تمام، هتتحول الدندريتك سيل الى تلوروجينيك دندريتك سيل، تمام، اللي هي المونوسايت ديرايف دندريتك سيل، تمام، وهتعمل عمليه امبيرمنت هيحصل عنها لمين؟ الاستيميوليشن بتاعت التي هيلبر 1 سيل. ويقال انه بيحصل عندي برودكشن لانترلوكين 10، وانترلوكين 10 طبعا مهم على اساس يعمل لي منع او يعمل لي سبريشن للتي سيلز بشكل او باخر. هي عباره عن اكسبيرمنتال ستادي ليس الا، بحيث ان نحول الدندريتك سيل from immunogenic dendritic cells to telogenic dendritic cells ممكن يستخدم في از اثيرابي. نيجي لنقطه اخيره في هذا الموضوع، في موضوع الفيتس. موضوع الفيتس طبعا احنا بنعرف انه انا الفيتس موجود عندي از ا فورين، صحيح انا في عندي فادر مادر اوكي، لكن في عندي موجود فورين اللي هو في عندنا جانب في الامات سي كلاس شامل من الفادر، معناته في عندي انكومباتيبلتي بشكل او باخر ما بين الامات سي كلاس بتاعت الفيتس وما بين الامات سي كلاس بتاعت المدر. طيب هذا بيستدعي انه يكون في عندنا اميون ريسبونس اجينست، ولكن سبحانك ربي انه الفيتس از اتوليريتد الوجرافت. الوجرافت بيستمر عندي 9 شهور، والتسع شهور هذول تقريبا تمشي بشكل او باخر، ما فيش عندي اي مشكله في هذا الموضوع. الصحيح من هذا الباب بيجي بيقول في عندي الوت، او بلاش نقول الوت، في عندنا ماني ريزونز في هذا الجانب ممكن تعمل لي عمليه اللي هو سبريس للاميون ريسبونس من المدر. في عندنا في الفيتاس في عندنا فيتا حاجه اسمها فيتا التروفوبلاست، هذول عباره عن الاوتر لاير تمام بتاعت البلاسينتا بشكل او باخر، تمام، اللي عامله لي كونتاكت مع مين؟ مع الماتيرنال سيلز الموجوده عندنا في داخل اليوترس. اللي بيصير عندي هنا هذه الخلايا سبحانك ربي انه ما بتعمليش عمليه اكسبريشن لام ات سي كلاس، هذه الفيتو التروفوبلاست في عندنا داون ريجوليشن في الام ات سي كلاس 1 و 2، تمام، بمعنى انه كانه ما فيش برزنتيشن واضح او ما فيش عندي ثريشولد واضح من هذا الام ات سي كلاس 1 و 2 للانتيجينات بتاعت البيبي على اساس يصير لهم نوع من ستيميوليشن للاميون سيلز. هذا جانب من الجوانب انه بيخلي موضوع الاميون ريسبونس اجينست الفيتس يكون عندي اليتل بيت لو. الشغله الثانيه الفيتال تروفوبلاست وجدوا انه في عندها اتش ال اي، تمام، احنا بنعرف الام اتش سي كلاسز اذا ذاكرين في عندنا ام اتش سي كلاس 1 وعندي الميجر تاعهم اي اتش ال اي اي والبي والسي، كذلك عندنا ماينر اتش ال اي اي اتش ال اي جي واتش ال اي اف، تمام، هذول من ضمن الماينر. وجدت انه في عندنا اتش ال اي جي، ما للاتش ال اي جي؟ هذول الاتش ال اي جي موجودين عندي على التروفوبلاست، تمام، وبدورهم بيعملوا عمليه ايش؟ ارتباط مع مين؟ مع النيتشر كيلر سيل بتاعت المذر، تمام، وعلى مين بيرتبطوا؟ بيرتبطوا على الكيلر انهيبيتور ريسبتورز، واضح؟ ما دام بيرتبطوا الاتش ال اي جي على الكيلر انهيبيتور ريسبتور اوكي، معناته حيحصل في عندنا ايش؟ نوع من السبريس لمين؟ لا اللي هو النيتشر كيلر سيلز الموجوده عندي، تمام؟ هذه من ضمن الاشياء اللي ممكن تكون موجوده في هذا الجانب. اوكي. والشغله اخرى ممكن في هذا الجانب لو نيجي نطلع كمان للدنتريتك سيل، اوكي، وجدوا انه البلاسينتال سيل الموجوده عندي زي ما ذكرنا فيش عندي a lot of MHC classes 1 او 2، معناته كانت بتقول لي الدنتريتك سيلز في عندنا less amount of of MHC class 1 او 2 على سطح هذه الدنتريتك سيل. في عندنا حاجه ثانيه كمان ال HLA اوكي كان انديوس ابوبتوسس للسيتوكسيك تي سي دي 8 تي سيل، تمام، انديوسينج ايش؟ سيتوتوكسيك او ابوبتوسس لمين؟ للسيتوتوكسيك تي سيل سي دي 8 بتاعت المدر. هذا شغله. شغله اخرى
انه في عندنا الفا فيتو بروتين، الفا فيتو بروتين، الفا فيتو بروتين، انه البيبي تمام في عندنا قلنا الفا فيتو بروتين. مره عندنا كلمه الفا فيتو بروتين في السلايد اللي قبلها، الالفا فيتو بروتين هذه بصير لها ايش يعني من ضمن الفانكشن تاعتها كما يقال تمام، انه بصير لها سينثيسيس في اليوكساك ولوك لايك هي مهمه على اساس تعمل عمليه اميونو سبريسيف لمين للاميون سيلز كما يقال في هذا الجانب، انه الالفا فيتو بروتينز بتخرج من اليوكساكس او من الفيتال ليفر وبتكون لها دور عباره عن اميونو سبريسيف دراج بشكل او باخر. اشياء اخرى موجوده يمكن مش مكتوبه عندنا بحاول اذكرها. في عندنا كمان بيقول لي في يوجد بي دي ال 1، بي دي ال 1 بروجرام ديد ليجند موجوده على السيلز تمام، وفي عندنا فاس برضه ليجند هذه ممكن تكون موجوده في البلاسينتا وحتعمل عمليه سبريشن لمين للميون سيلز الموجوده عندي حوالين البلاسينتا الموجود عندي في اليوتراس. هذا من ضمن الاشياء. كمان في عندنا حاجه ثانيه موجوده انه في عندنا كومبلمنت كنترول. ايش يعني كومبلمنت كنترول؟ وجدوا ملاحظه انه في عندنا انتاج بيحصل لبروتين بسموه CRRY. ايش بيعمل هذا البروتين CRRY؟ هو عباره عن كومبلمنت ريسبتور ريليتد بروتين واي. ها CRRY اللي هو عباره عن كومبلمنت ريسبتور تمام، بيكون بسموه كومبلمنت ريسبتور ريليتد بروتين واي. ايش بيعمل هذا؟ هذا بيعمل انهيبيشن للكومبلمنت C3 و C4 تمام. اذا موجودين هذول الكومبلمنت كنترول زي ما احنا شايفين في الشاشه عندي هنا في سلايد انه في عندنا سي ار ار واي وكانه بيعمل انهيبيشن للكومبلمنت سي 3 وسي 4. هذا الشغله. شغله اخرى كمان ملاحظ موجوده برضه هنا عندي انا، في عندنا غير السيتوكاينز اللي بتخرج تمام، في عندنا من البلاسينتا كمان بيخرج عندنا من التروفوبلاست الموجود عندنا، قلنا الفيتال تروفوبلاست بيعمل عمليه برودكشن للتروفوبلاست هذه اللي اي دي او. ايش يعني الاي دي او؟ اللي هو عباره عن اندول امين 2-3 ديوكسيجينيز. هذا البروتين او هذا الانزيم ايش بيحصل؟ بيرتبط مع الاميون سيلز بتاع مين؟ بتاع اللي هو الام زي التي سيل. لما بيرتبط مع هذا وبيدخل في التي سيلز بتاعت المدر بيعمل عمليه سبريشن لمين؟ للتريبتوفان ميتابوليزم تمام، اللي هي الانابوليزم للتريبتوفان. طبعا التريبتوفان هو امينو اسيد مهم لموضوع التي سيل اكتيفيشن تمام. اذا ما دام تي سيل اكتيفيشن بيعتمد على التريبتوفان، لانه التريبتوفان وان اوف ذا امينو اسيد ذات ار امبورتنت في بناء سيرتن بروتينز اللي علاقه في الاكتيفيشن بتاعت التي سيل. فهذا الانزيم بيعمل لي نوع من الكتابوليتك اكتيفيتي اجينست اللي هو التي سيل او التريبتوفان، وهذا هيعمل عمليه سبريشن للتي سيل اكتيفيتي. وطبعا اكيد في other reasons في هذا الموضوع زي ما ذكرنا طبعا ال HLA-G في عندي F و E هذول انواع، لكن موست التحليل كان عن G انه بيعمل سبريشن للخلايا تمام، او بترتبط مثلا على اللي هو الكيلر انهبيتور ريسبتور زي ما قلنا في هذا الموضوع. ريدر دان الدندريتك سيل الموجوده عندي في منطقه اليوتيراس بتكون عاده الام اتش سي كلاس 1 و2 تاعتهم في صار لهم داون ريجوليشن. ريدر دان طبعا في عندنا بارير اللي هو اليوتيراس. هذه عوامل، واكيد في عوامل اخرى بيمنعوا عمليه الاتاك بتاعت الاميون سيلز بتاعت المدر لمين؟ لا اللي هو الفيتس، وهيك بيحصل عندنا عمليه اللي هو فيتال اللي هو او بمعنى الاصح توليرانس للالوجرافت بتاعت الفيتس. بهيك بننتهي من المحاضره الترانسبلانتيشن، وان شاء الله تكون المعلومه وصلت. واذا في هناك مره اخرى اي كومنت
ان شاء الله بعد ما تنزل هذه المحاضرات على اليوتيوب ان شاء الله بحاول نعمل مراجعة لبعض من الأسئلة، ممكن يكون في هناك اي سؤال. شكرا، السلام عليكم.